هذا الفيديو حاشرح فيه عن برنامجنا الدوائي التعليمي المستمر، اوكي، فار ماي ايدوكيشنال بروجرام. بالبداية يعني هذا هو موقع منصتنا التعليمية farmind.net. جميع المواضيع التعليمية والكورسات والفيديوهات والمؤلفات التعليمية موجودة ضمن نظام تعليمي إلكتروني حديث وتفاعلي لحتى يتم متابعة هالمواد التعليمية بشكل منظم ومنسق ومستمر. شو هي أهداف برنامجنا؟ أول شيء إحنا نهدف لبناء مختصين رعاية صحية سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو ممرضين متميزين بخبراتهم الدوائية وقادرين على التميز بمجالات عملهم بمرافق الرعاية الصحية المختلفة. الهدف الثاني تطوير خبرات والمعارف الدوائية للأطباء والصيادلة والممرضين العرب نحو تحقيق أفضل رعاية دوائية للمرضى. الهدف الثالث هو عمل تقييم مستمر للمعارف الدوائية لمختصين رعاية صحية عن طريق استخدام أحدث أدوات تقييم تكنولوجية، وهلا حأشرح كيف. ايضا الاهداف ترميم ضعف المعلومات الدوائيه اللي احنا شفناها عند كثير مختصين رعايه صحيه خاصه بعد سنتين من تخرجهم من الجامعه. والهدف الخامس هو تطوير مهارات مختصين رعايه صحيه باستخدام احدث ادوات التعليم التكنولوجيه وتجهيزهم للسنوات العشره الجايه، خاصه في تسارع كثير كبير باستخدام التكنولوجيا بالرعايه الصحيه. كمان تحفيز مختصين رعايه صحيه على الابداع والتاليف العلمي عن طريق تطوير مهاراتهم البحثيه وتوجيههم لانجاز مقالات علميه او مخرجات تعليميه مرئيه وصوتيه. كمان تطوير الخبرات البحثيه لمختصين رعايه صحيه اللي هن حابين يكملوا دراساتهم العليا سواء كان ماجستير او دكتوراه، وضمن لفريقنا البحثي اللي بيضم باحثين يعني من عده دول لنشر اوراق علميه بحثيه عالميه بمجلات علميه. والهدف الثامن هو مشاركه الاخر المنح العالميه مع المختصين اللي حابين هن يكملوا دراساتهم العليا. طبعا شو هي ميزات انضمامك لبرنامجنا؟ اول شيء حتحصل انت على كود الدخول لسيستم فارماين تعليم الالكتروني اللي بيحوي اكثر من 200 ساعه تعليميه بشكل محاضرات مرئيه وصوتيه مؤلفات مقروءه وكتب. ايضا متابعه سلسله المراجعه الدوائيه المكثفه بشكل محاضرات مرئيه بتشمل المراجعه حوالي 2000 معلومه دوائيه. كمان حصول على جميع المؤلفات والكتب والدلائل والمقالات الدوائيه اللي احنا عاملينها، وهذا الشيء طبعا متاح للاعضاء فقط. ايضا بيتم تقييم مستمر لخبراتك الدوائيه عن طريق مئات الاسئله التفاعليه مع حلولها، وهذا الشيء بيتم عن طريق كمان نظام خاص بهالاختبارات هي. ايضا من الميزات الانضمام معنا هو المشاركه بجميع الكورسات العالميه اونلاين اللي بنوصي فيها، واكيد طبعا حتحصل على شهاده المشاركه بكل كورس انت مشارك فيه اذا حققت الشروط. كمان فيك تنضم لفريق عملنا، بس هون الانضمام تطوعي على حسب بقى خبراتك ومهاراتك بالكتابة والتأليف. إذا أنت ما كان عندك مهارات فما في مشكلة، فيك تنضم معنا لاحقا. طبعا حتحصل كمان معنا على شهادة مشاركة وقت أنت يعني تتم جميع المواضيع التعليمية المرئية والصوتية وجميع المحتويات وتعمل الاختبارات كلها الموجودة ضمن السيستم. وطبعا نحن هنرسل لك شهادة المشاركة إذا كان معدلك أكثر من 70%. طبعا في عندنا مجموعه من الشروط لحتى نقبل الشخص ضمن برنامجنا. اول شيء انه يكون تخصص طب بشري او طب اسنان او صيدلي او تمريض، اوكي. ثاني شرط هو انه تكون انت ممارس للمهنه او بالسنه الرابعه فما فوق. يفضل طبعا تكون خالص من السنه الرابعه. السنه الخامسه طبعا هن بينقبلوا معنا. كمان لازم يتم ارسال ايميلك واسمك الكامل وتخصصك العلمي. طبعا اسمك الكامل لازم يكون صح، عشان لو احنا بعثنا لك شهاده مشاركه يكون مكتوب اسمك بشكل صح. كمان تكون لغتك الإنجليزية متوسطة أو جيدة أو جيدة جدا. وإذا كانت لغتك الإنجليزية ضعيفة فما في مشكلة، ولكن إحنا يعني معظم المواضيع التعليمية نحن هون عاملينها باللغة العربية، فإذا كانت لغتك الإنجليزية جيدة كمان حتستفيد من الكورسات أو المواضيع التعليمية أو المؤلفات اللي إحنا عاملينها كمان باللغة الإنجليزية. طبعا الوقت اللي انت بتحتاجه هو ساعة بالاسبوع، اذا خصصت ساعة او اكثر فهذا الشيء جيد. اذا خصصت 4 أو 5 ساعات فحتقدر انت تلحنها بشكل اكبر. بالنسبة للشرط السادس هو انك تخصص ساعة بالشهر لحتى تعمل الاختبارات الدوائية التقييمية، يعني ساعة اكيد ما رح تأثر كتير عليك بالشهر. والشرط السابع هو تسديد رسوم التسجيل. طبعا في عنا نظامين للتسديد حاشرح عنهم، هنا نظام التسديد السنوي بيتم فيه التسديد كل سنة، ونظام التسديد الدائم بيتم تسديد الرسوم مرة واحدة وبس.
طبعا هي الادوات التعليميه التكنولوجيه اللي احنا مستخدمينها بالتعليم التفاعلي عن بعد، مثل ما لكم شايفين هون بهذا الشرح هون، ضمن نحن ضمن برنامجنا عاملين فرز للمواضيع بشكل مجلدات، سواء كانت صوتيات او مرئيات، وضمن كل مجلد فيه المواضيع التعليميه اللي انت فيك تشوفها او تحملها. طبعا كيف فيك تتابع هالمواد التعليميه؟ عن طريق الدخول للسيستم بعد ما فريقنا يخصص لك يوزر نيم وباسورد خاصين فيك، بعد ما ترسل بياناتك وتسجل معنا، فبتدخل للسيستم مثل ما لك شايف، تعمل تسجيل دخول لوج ان بعد ما تصير عضو، فبتدخل يوزر نيم والباسورد. هلا بالنسبه للعبه الدوائيه التعليميه، نحن يعني اطلقناها لحتى نعمل تقييم لخبرات الدوائيه لمختصي الرعايه الصحيه، بتحوي على 700 سؤال دوائي تفاعلي، والهدف منها نحن نعرف مستوى هذا المختص وكيف عم يتغير مع مر الاشهر. طبعا هذا سيستم لدخول للاسسمنت جيم. طبعا اليوزر نيم والباسورد كمان بيخصصوا لك اياهم فريقنا لتدخل وتعمل التقييم لحتى نعرف سكورك الاولي. هل انت بحاجه للانترنت سريع؟ طبعا اذا كان عندك انترنت سريع هذا الشيء بيكون جيد، اذا كان عندك انترنت متوسط السرعه ما في مشكله، اكيد تقدر انت تتابع جميع المواضيع المرئيه والصوتيه. اذا كان عندك انترنت ضعيف فهون انت فيك تحمل المواضيع وبعدين انت تشوفهم حسب وقتك على اللابتوب او على الموبايل. هل فيك تتابع فعالياتنا عن طريق فيسبوك؟ ايه طبعا، لانه وقت تسجل معنا وتصير عضو انت حيتم تخصيص لك كود دائم، بحيث انت بترسل الكود للفيسبوك ماسنجر سواء على صفحتي او صفحه فريقنا لحتى تتفاعل مع المعلومات الدوائيه عن طريق الفيسبوك ماسنجر. هل فيك تتابعنا عن طريق جهاز داعم لتطبيقات الاي او اس؟ اكيد، سواء كان جهازك اندرويد او داعم لتطبيقات الاي او اس ففيك انت تتابعنا، او حتى فيك تتابعنا من الموبايل، حتى في عندنا نحن تطبيق على جوجل بلاي اسمه فار مايند فيك تنزله، واذا ما كان خدمات جوجل بلاي شغاله ببلدك فيك انت تحمله من موقعنا حسب الصوره هي، بعد الدخول للموقع farmind.net تضغط على هذا الزر وبعدين تضغط على انستول وبتدخل وبتنزل التطبيق عندك. طبعا في عندنا كمان مجموعه من التطبيقات الدوائيه اللي نحن عاملينها، مثل تطبيق معلومات دوائيه عمليه وتطبيق الفارماسي كارتونز وتطبيق الانتيبيوتيك، وهالفقرات التعليميه كلها اللي احنا عاملينها بشكل تطبيقات كمان شارحين عنا بالدليل. دليل برنامجنا هو 16 صفحه انا عامله، يعني هو دليل مشروح بشكل مفصل حول برنامجنا، بس انا هون عامل فيديو سريع حول البرنامج. فقرات برنامجنا بتشمل اهم الريسيرش ستاديز او الدراسات الدوائيه لحتى يعني يبقى مختصي الرعايه الصحيه على اخر الاطلاع مع اخر تطورات مجال المعالجه الدوائيه. كمان في عندنا المرئيات الدوائيه مثل ما قلنا، فقره المضادات الحيويه لانه كثير من المختصين عندهم ضعف بالمضادات الحيويه خاصه بعد تخرجهم. تداخلات دوائيه موضوع كثير مهم وطلبوه منا انه يكون في مؤلفات او فيديوهات او صوتيات او محاضرات عن تداخلات الدوائيه. كمان الاختبارات التفاعليه الدوائيه، كل فتره احنا بنرسل اختبارات لحتى نعمل تقييم. والثيرابيتيك بازلز هون احنا قدمناها اما بشكل مقروء عن طريق كتاب الغاز دوائيه او بشكل مسموع عن طريق الكتاب الصوتي، او حتى فيك انت تشوف الالغاز هي عن طريق الفيسبوك ماسنجر. في اسئله دوائيه الشائعه كمان هي فقره مهمه لانه توصلنا كثير من الاسئله الدوائيه واللي احنا بنجاوب عليها. كمان الكيس ستاديز، وفي عنا كتير من المقالات العلمية الخاصة بالأعضاء ونشرناها نحن يعني على نظام التعليم الإلكتروني، ونحن ضمن فريقنا كتير فعالين بعمل هالمقالات العلمية سواء كان باللغة العربية أو الإنجليزية. وأكيد نحن نعمل كمان أسئلة تقييمية من هالمقالات، فوقت أنت تقرأ المقال وبعدين بتشارك بالكويز فمفروض أنت تعمل تقييم لخبراتك بعد قراءتك لهذا المقال. طبعا هذا احد الابحاث اللي انا نشرتها عالميا فيما يخص وضع التعليم الصيدلاني بالدول الناطقه بالعربيه فيما يتعلق باستخدام ادوات التعليم التكنولوجي الحديثه. كمان عملنا دليل تثقيف الادويه الفمويه المستخدمه لعلاج داء السكري بالنمط الثاني، دليل موافقات جديده للادويه، كتاب الغاز الدوائي سواء كان المقروء او المسموع، واخيرا عملنا دليل تداخلات الوارفارين الغذائيه والدوائيه، وكمان في عندنا دليل المضادات الحيويه اهم تداخلاتها كمان الدوائيه والغذائيه. هلا كيف انت فيك تبلش معنا؟ اول شيء بدك تتعرف على البرنامج وفوائده عن طريق قراءه هذا الدليل، دليل فار مايند التعليم المستمر. فدليل هذا البرنامج يعني ضروري انك تقراه لانه هو بيحوي على 16 صفحه
صفحة، وال 16 صفحة دول تم التفصيل فيهم بشكل جيد، يعني بحيث انك انت تقدر تتعرف اكثر على الفقرات وعلى المنهجية والرؤية والفلسفة التعليمية لبرنامجنا. بعدين طبعا بيتم تقديم طلب التسجيل تبعك، وبيتم تسديد رسوم التسجيل، وبعدين بيتم ارسال الاسم والايميل وسنة التخرج نوع الموبايل. بس ليفعل لك فريقنا البرنامج عندك، حيتم تخصيص كود دائم لك ويوزر نيم باسورد خاصين فيك لحتى تدخل للسيستم، بعدين طبعا فيك انت تدخل. هلا بالنسبه لنظام الاشتراك مثل ما قلنا هو سنوي او دائم. السنوي بيتم تسديد رسوم التسجيل كل سنه، اما الدائم بيتم تسديد رسوم مره واحده وبس. وهذا الدليل، يعني انا حارفق لينك لتحميل هذا الدليل بشكل PDF لحتى تقرا اكثر عن برنامجنا التعليمي المستمر. هلا لو انت حابب مثلا تسدد بشكل دائم ففيك تخبرني هون، او لو كنت انت حابب تسدد سنوي كمان فيك تراسلني وتخبرني لحتى يعني اشرح لك اكثر عن مبلغ ورسوم التسجيل واي عروض او فرص حول الخصومات الاخيره اللي احنا عاملينها لحتى نساعد المختصين اللي هن يعني عندهم صعوبات ماليه او مو قادرين هن يسددوا رسوم التسجيل. فنحن بنعمل كل فتره يعني خفض لرسوم التسجيل. فبالنسبة للنظامين الاشتراك هدول، طبعا الدائم هو بيتم مثل ما قلنا تسديد الرسوم مرة واحدة وبس، أما السنوي فكل سنة هون بيتم تسديد الرسوم لأنه برنامجنا مستمر. أوكي، فبتمنى يكون هذا الشرح وافي، ولو كان في عندك أي سؤال فيك أنت تترك السؤال هون تحت هذا الفيديو بشكل رسالة.